فنادق اللي ممكن انه تكتمل قريبا، واماكن مثل شفت هذه الفيلا الخاصه ممكن تصلح لرؤساء الوفود، وعندهم جوله الى نهايه الاسبوع. لحد الان بعدنا ما بدينا، يعني اليوم هسه هي بدايه جوله الوفد الى محافظه البصره. نعم. الانطباع اللي لاحظته انه انطباع جيد جدا، وشفت انه باستطاعتي انا اقول انه ان شاء الله خليجي بالبصره.